يعطيكم ألف عافية شباب، وأهلا بكم في المعمل الخامس من ديجيتال ديزاين. في هذا المعمل راح نحكي عن أكثر في السيكوينشال ديزاين. في المعمل هذا وأي معمل جاي، المعمل اللي فات ما كانش فيه أي معلومات جديدة لأنه انتهت المعلومات، يعني بطل فيه معلومات إنه نحكي إيش فيه معلومات جديدة وأشياء جديدة تنضاف. لأنت إيش بتعرف، كل أشياء بتعرفها. الفكرة هنا إنه راح نتطلع على طرق تصميم شغلات معينة، وتكون فينا تسكات أساس نصمم أشياء معينة، لأن هذه اللي بتخلينا نقدر نعمل ديزاين لأشياء أكبر وأكبر. كل ما نتطلع على ديزاينز أكثر نستوعب ديزاينز أكثر. بس راح يكون في جزء نظري من هذا المعمل، جزء سهل كتير فيش فيه أي حاجة، عبارة بس عن ترتيب فليب فلوبس لا أكثر ولا أقل. راح نحكي عن الريجسترز. الذكرين يا شباب، احنا حكينا عن الريجسترز انه احنا عندنا الفليب فلوب بخزن 1 بت. هلقيت اذا انا بدي اخزن اكثر من 1 بت كشغله واحده، يعني مثلا بدي اعمل رقم من 8 بت او رقم من 32 بت زي الانتجر مثلا بالجافا، كيف بدي اعمل هذه الشغله؟ كيف بدي اخزن اكثر من بت؟ طبعا يعني بدون ما انت تفكر كثير بنحط اكثر من فليب فلوب مع بعض، وهو هذا فعلا الحل الصح. هلقيت في الريجسترز يا شباب مقسمة لأنواع، خاصة لو أنت رحت على جيب آي سي أو شغلة زي هيك. بناء على إيش؟ بناء على كيف ترتيب الفليب فلوبس هدول مع بعض. ليش؟ لأنه يا شباب أكثر شغلة بيعنينا في الآي سيات مش قديش اللوجيك اللي جواها، لأنه اللوجيك سهل جدا نحط جواها، بس حجمها كله مأخوذ في قديش في إنبوتس وأوتبوتس فيها. فكل ما قدرنا نقلل عدد الإنبوتس لا ريجستر بنكون أحسن. الشغلة الثانية بفيدونا هدول الريجسترز لو بدنا نعمل شغلات زي سير الكوميونيكيشن والشغلات اللي زي هيك. خلينا نطلع ونبدأ نطلع على الريجسترات أنواعهم واحد وراء الثاني، وبالآخر قلت لكم عبارة عن بس فليب فلوبس مترتبة مع بعض. أول نوع عندنا سير الانبوت سير الاوتبوت ريجستر. عندنا بيكون هنا أكثر من فليب فلوب. مثلا لو إحنا عندنا انبت ريجستر، لو 8 بت هيكون عندنا 8 فليب فلوبس، لو 32 32 فليب فلوب. طريقة التشبيك واضحة بس هضل أكرر. هنا عندنا كم من انبوت، انبوت واحد اللي هو هيو هان دي، وعندنا الكلوك، وعندنا اوتبوت واحد اللي هو الاوتبوت تبع كل الريجستر. هلقيت نطلع كيف هذه الداتا فيه. لو احنا هذا بدنا نخزن فيه 4 بت اللي هم 1 0 1 0، هاي هن 1 0 1 وهن 0. هاجي ادخل الواحد وامشيها هان، بعدها 0 وتمشي الواحد تصل هان وهان يجي 0، بعدها احط هان 1، هذه الواحد اللي هان راح تمشي هان، والصفر اللي هان راح تمشي هان، والواحد اللي جاي تيجي هان، بعدها كمان 0 فراح تمشي الواحد هان، وكذا كذا كذا. لقيت فيما بعد لو أنا بدي أعمل أي شغلة زي هيك، هأصير الداتا اللي أنا بحطها هنا بتدخل لجوا، والداتا اللي واصلها بتطلع برا لمكان تاني. طبعا لمكان تاني أنت ممكن تكون هذا الريجستر بيخزن معلومات معينة وأنت بتقراها. العيب هنا إنه لو أنت عندك بيانة من 16 بت، إذا بدك تخزنها بدك 16 كلوك بلس، يعني لو عندك الكلوك 1 هرتز بدك 16 ثانية، وإذا بدك تقراها نفس الحاجة بدك 16 كلوك بلس يعني 16 ثانية. بس هذا في السيريال انبوت سيريال اوتبوت ريجستر. بس في البارالل انبوت بارالل اوتبوت تقدر هدول في 1 كلوك بلس تقراها وفي 1 كلوك بلس تكتبها، يعني بدك ثانية ثانية. تخيل قديش وفرنا وقت، بس كل هذا على حساب المساحة، انه صرت بدي 16 مدخل للاي سي. هلقيت هني بنشوفه. هلقيت طبعا كل راح نلعب فيه عندنا سيريال وعندنا بارلل، مرة هيكون هذا السيريال ومرة هذا البارلل وهذا مرة البارلل وهذا السيريال. فعندنا هذا سيريال انبوت بارلل اوتبوت، تمام؟ عندنا الانبوت سيريال بس الاوتبوت تبعي بقدر اقراه كيف ما بدي بارلل. كل اللي عملناه مسكنا هذا الديزاين زي ما هو ونزلناه تحت وطلعنا من كل واحدة سيليك سيليك سيليك. هلقيت صرت انا بقدر اقرا محتوى الريجستر كله هواية واحدة. لو بدي اكتب عليه مثلا لو هو كان من 4 فليب فلوبس بدي 4 كلوك بلسز عشان اكتب عليه كامل، لانه هكتب هنا وبعديها لحد ما يصل هنا بدي 4 كلوك بلسز، فبدي 4 ثواني لو كنا على 1 هرتز.
لو بدي اقراه كله بقراه بثانية واحدة، لانه بس بدي كلوب بلصة واحدة وانا بقدر اقرا من اي مكان. هلقيت يا شباب هذه مهمة جدا، لانه لما انا عندي سيريال انبوت بارل اوتبوت، تخيلوا عندي، خلينا افتح الرسام، لو عندي يا شباب شغلة زي هيك كده، كبر الصورة هاي بل سكرين لي. لو عندي يا شباب شغلة زي هيك، هاي كمبيوتر حلو، وهنا عندي جهاز معين. هل قلت لو انا بتواصل بينهم يا شباب، بالعاده بنتواصل يا اما عن طريق كونكشن برال يا اما سيريال، عشان تشوفون كيف شكلهم. سيريال انبوت تفرجيكم كيف صوته زي هيك. هذا يا شباب السيريال انبوت في الكمبيوتر، سيريال بورد سوري، يعني هو في انبوت وفي اوتبوت، هذا بيكون التنين في الكمبيوتر. البارل بورد هذا فرجيكم اياه، البارل بورد بي سي زي هيك شكله. شايفين يا شباب، قارنوا عدد البنز اللي هنا بعدد اللي هنا، فرق مهول يعني. هلقيت نيجي نكمل الفكرة هنا. لو أنا عندي كمبيوتر وشبكته في جهاز معين، شبكته عن طريق سلك واحد وحيد، أنا هان هقدر أبعت بس بت واحد في الثانية، 0 1 0 0 1 كذا. هلقيت عشان أنا أجمع الداتا بحط سير الانبوت بارل اوتبوت ريجستر، بروح أنا بحط الريجستر هذا تبعي، أنا بتصير البيانات تمرق سيريال وتتصفط لحد ما تتصفط بطريقة معينة، اللي هو مثلا بعد 1 بايت، وبروح بقراها مره واحده، لاني بقدر اقرا بارلل اوتبوت. لقيت العكس في موجود، بارلل انبوت سيريال اوتبوت. هذا يا شباب نكتب البيانات هوايه واحده بس بتنبعث بشويش، هذا راح احطه هنا واكتب البيانات عليه ايش اللي بدي ابعته، وراح بعديها اشغل الكلوك تبعتي ما تكون شغاله، فراح ينبعث في السلك تبعي. هلقيت في البارل انبوت سيريال اوتبوت ريجستر، في هنا اضافه انه الانبوت تبعي في له نوعين، يا اما بعمل له لود من مكان معين اللي هو البارل انبوتس تبعوني هذولا، لان بعملهم لود كلهم هوايه واحده، يا اما الانبوت تبع الفلوب فلوب هذا بيكون الاوتبوت تبع الفلوب فلوب اللي قبله. طبعا هذا بتحدد في الدار البسيطه، هذه عباره عن اند اور، وهذه منفيه وهذه مش منفية، وهان عندنا سيليكشن لاين، يا يعني إما بدي أعمل أنا لود للبيانات اللي فوق، هذه فوق هنا لا الفلوب فلوب، يا إما بدي أعمل أخليه شيفت ريجستر إنه ينقل البيانات من واحدة لواحدة. طبعا هذا واحد بنحطه هنا، واحد بنحطه هنا، اللي هو البارل انبوت سيريال اوتبوت بنحطه للي بده يبعث، والسيريال انبوت بارل اوتبوت للي بده يستقبل، بصير عندنا سيريال كوميونيكيشن. طبعا الريجستر الاكثر استخداما في السي بي يوز وعصر السرعه، البارل انبوت بارل اوتبوت ريجستر. الفكره هنا يا شباب انه الريجستر هذا له عدد مداخل ومخارج كبيره، لانه اذا هو من 8 بت عندي 8 انبوت 8 اوتبوت، يعني هي 16 بس للانبوت والاوتبوت، غير الباور والكلوك تبعته. حلو، خلينا نطلع بالله على الاي سيات الاس 4 سيريز ونشوف ايش في عندنا اي سيات للريجسترز. طبعا بارل انبوت بارل اوتبوت ريجستر بسيط جدا، يعني انت بتقدر تكتب اي بيان بدك اياه بون كلوك بالس، تقرا اي بيان بدك اياه بون كلوك بالس، تتحكم في كل بلوك بكل فليب فلوبس كانهم منفصلين عن بعض. طبعا لو انت عندك هذا الريجستر كاي سي، بتقدر تكون منه الريجستر هذا والريجستر هذا والريجستر هذا بسهوله، لانك بس عباره عن تشبيكه معينه، يعني انت راح تمسك هذا بن وتشبكه هنا، وتمسك هذا وتشبكه هنا، وهكذا. باللاب تاسك تبعتك تقدر تستخدم اي ريجستر بدك اياه. خلينا نطلع هنا ايش في عندنا ريجسترز. في عندنا 4 بت بارلل اكسس ريجستر. اوفر. نشوف ايش في عندنا كمان. في عندنا سيريال شيفت ريجستر.
ليش يا شباب؟ لأنه لو 16 مش راح يقدر أصلاً نحطها في IC إلى 16 بن، لأنه قلنا 8 للإنبوت 8 للأوتبوت لو بده يكون بارلل. هذا مثلاً عندنا بارلل لود. بارلل لود يعني بالضبط هو هذا الريجستر اللي هو البارلل إنبوت سيريال أوتبوت. نشوف إيش في عندنا. هذا تراي ستيتمنت صح؟ بارلل أكسس شيفت ريجستر، خلينا نطلع هذا. كل ما كل شيفت ريجستر أو كل بارلل أكسس، بارلل أكسس شيفت ريجستر هو اللي هو البارلل أوتبوت سيريال إنبوت. أي ريجستر شباب بتلاقوه فيه بارلل بالأغلب بملو 4 بت، لأنه لما يحط 8 بيصير مش قادر أصلاً يحطه في عيسية يعني ويكون إله. هاي مثلاً هذا يونيفرسال ريجستر. خلينا نطلع على اللي حكينا عنهم، إن 4 بت بارلل أكسس شيفت ريجستر. بارلل أكسس شيفت ريجستر شباب قلنا اللي هو بنقدر نعمل عليه يعني سيريال اوتبوت، وهنا بنقدر نعمل ايش بارلل لود. كمان نطلع هاي في الشكل تبعنا، عندنا كل هذول موجودين موجودين نقدر نقراهم مباشره. بقدر اعمل لود اللي بدي اياه بناء على اللي هو الاس او الدي اس، اذا انا بدي اعمل داتا شيفت ولا بس اني اعمل لود للداتا. طبعا هيكون كله هذا موضح في مين، في هاي سيريال داتا انبوت. تقدر تخليها كمان سيريال داتا انبوت مش بس عقد، وتقدر تعمل عليه لود بارلل، تقدر تعمل عليه لود سيريال، تقدر تعمل عليه لود انه يعمل شيفتنج بس من اللي قبله. خلينا نطلع في البارلل لود شيفت ريجستر. بارلل لود يعني هاي البارلل انبوتس يا شباب، هاي البارلل انبوتس. الاوتبوتس يا شباب هتكون سيريال، وبنقدر نخليه كمان سيريال انبوت، يعني انت زي ما بدك حسب سيليكشن معين. طبعا هذا الاشي اذا طلع انت على رسمه الريجستر كيف مصفطه فيه الفليب فلوبس، هذا عباره عن مكون من اس ار فليب فلوب. خلينا نطلع مع بعض ايش في شغلات. هاي البارلل اكسس شيفت ريجستر 4 بت. طبعا بتقدر تطلع كل دارة بدارتها. في شغله بدي افرجيكم اياها يا شباب مهمه. هنا بتقدر انت بالاخر اي ريجستر له سرعه معينه، وهذا بحدد سرعه الكمبيوترات وسرعه الشغلات. يعني هنا اسرع شغله 39 ميجا هرتز، يعني بتقدرش تعطيك لوك اسرع من هيك، والا راح ايش يصير فيه؟ يفقع في وجهك. تعال نشوف ال اتش سي سيريز، لانكم في مرات كنت تشوف في المعمل اتش سي سيريز. نشوف هذا الريجستر قديش، 36 ميجا هرتز. طيب يا شباب لقيت، خلينا طبعا ريجسترز اللي بيستخدموا في الكمبيوترات مختلفة مش هتكون بهذه السرعة، انه هذا بطيء كتير. نتطلع على الشغلة بشكل عام. لقيت يا شباب اي ريجستر في الدنيا بيكون فيه له انيبل. خلينا افتح له جزم، يعني دائما بالاغلب هلقيت ما بنكتب على الريجستر هذا الا اذا الانيبل تبعه شغال صح. هاي الريجستر هان طبعا بقدر احدد قديش حجمه. هاي الداتا تبعتي طبعا لازم هذه تصير 8 بت حلو، هاي بدي اكتب فيها 3. هلقيت انا شو ما يكون عندي كلوك يا شباب، هاي الكلوك تبعتي دائما الكلوك الرسمه اللي اسهم مش راح ينكتب الا اذا كان الانيبل تبعي صح، يعني سواء صفر او واحد لازم يكون انيبل. خليني احط كاوتبوت هنا واطلعه، مش راح تنكتب الداتا قد ما يكون في عندي كلوك، بس اذا الانيبل تبعي في واحد هتنكتب الداتا. طبعا هذه مهمه جدا. ليش؟ لانك انت لما تقوم تعمل ستيت ماشين يا شباب راح تطبق هذا الشغله بانك تصير إيه، عشان تتحكم اكثر من ريجستر، تخزن على ريجستر معين، تخزنش على ريجستر معين، مش عارف ايش، كل اللي تتحكم فيه
inputs معينة. الانبوتس هدول هم الانيبل لاينز للريجسترز اللي عندك. طبعا لو انت مثلا بدك تعمل على حاسبة بتصير مثلا تعمل ريجستر للعدد الاول وريجستر للعدد الثاني وريجستر للعملية اللي بده يعملها وبعدين تجمع او تطرح او تسوي اللي بدك تسويه. هذه شغلة مهمة جدا يعني كيفنا نفكر في التاسك تبعتنا. التاسك تبعتنا راح تكون عبارة عن كي دور لوك الكيباد دور لوك. الكيباد اللي هي هاي بتدعس على أرقام معينة كان بفتح القفل. فلنتخيل إنه في قفل راح تشتغل على 1 كيلو هرتز. راح تقدر من هذا من السيميوليشن تعمل إنه 1 كيلو هرتز الفريكوانسي تبعتك. لو بدنا نعمل الكيباد تبعتنا نقدر نحط باتونز ونرقمهم. انا كنت عاملها قبل هيك ومنها قبل هيك. خليني بدي امسح بس هاي الشغله. هاي هاي يا شباب خلينا نطلع مع بعض. هاي الكيباد تبعتي. لو انا دعست واحد هان يا شباب انا هان شابك بريوريتي انكودر. تذكرين ايش الانكودر بيعمل يا شباب؟ الانكودر يا شباب بيمسك الارقام اللي عندك. اذا انا اجاني هان واحد راح يعملها انكود للقيمة واحد. شايفين هاي مكتوبة في 4 بيت واحد. هانا 2 كتب 2 3 كتب لي 3 كباينري 4 4 5 5 6 وهكذا. يعني راح يحول لي اللاينز هذول لباينري بناء على الترتيب معد تبعهم. طبعا انا استخدمت بريوريتي انكودر الحجم تبعه 4 بت عشان هيك صار في عندي 16 مدخل. بس انا استخدمت منهم 9 لانه بس التخطيط اللي عندي عباره عن 9. طبعا معلش ناسي اضيف الزر رقم 0. راح يكون هنا هاي الصفر راح تعطي الصفر. لقيت في شغله مهمه جدا انه لو كان اي واحد معمول منهم انيبل من هذول الزراير واحد البريوريتي انكودر راح يعطيني سيجنال انه في واحد منهم مضغوط. شايفينها في اللي تحت الداتا نفسها ايش الرقم اللي هو مضغوط راح تكون فوق في الاسود يعني لانه عباره عن بس. حلو. لقيت هذه اصلا عباره عن ايش يا شباب؟ هذا لو انت بس يعني قعدت تفكر لمده ثانيه واحده عبارة بس عن أور كبيرة بتجمع كل هدول. إذا أي واحد فيهم واحد هيعطيني واحد. هذا معناته إنه في زر مضغوط. حلو. هل قلت لو أنا بدي أقرأ إنه زر انضغط يا شباب ما بنفع أقرأ وأنا بقرأ على 1 كيلو هرتز لأن 1 كيلو هرتز سريعة كتير يعني ما بلحق عليها. لو أنا بدي أخزن وبدي أعرف إن هذه ضغطة واحدة وحيدة. الضغطة الواحدة الوحيدة تتكون من إيش يا شباب؟ من انك تدعس على الزر وانك تسيب الزر. ليش؟ لانه لو كان عندي الاشي سريع جدا بدي اعمل كاونتر. هاي بدي احط كاونتر. وين الكاونتر؟ ميموري. هاي كاونتر طلع. الكاونتر تبعي بدي اياه يعد كم من ضغطه انا بضغط. حلو. معناتها بدي اشبك السي تي تبعتي في اللي قلنا عنه البن تبع اللي هو مسمينه ايش جروب سيلكت اذا في واحد انضغط ولا لا. وهي بدي اروح اشبك الكلوك تبعتي وحتى بديش انا اغلبكم بدي اعملها بس عباره عن 8 ميجا هرتز. وهنا العدد تبعي هي صفر يا شباب. قلت المفترض لو انا شغلت السيميوليشن ما يجمع الا لما اضغط على الزر. قلت لو انا ضغط على 2 انا بدي اياه يطلع لي عدد الضغطات. تمام.
لو ضغطت على 2 مفترض يزيد بس 1، بس زاد 2 ليش؟ لانها الكلوك اطول من ضغطتي. طبعا كل ما سرعت الكلوك كل ما صار الاشي مبين اكثر. يعني طلعوا انا عندي داسة واحده بس، ها هاي 4. عاد انا لو بدي اياه انه بس يزيد 1، لاني مثلا بشغله معينه بكون بدي اعرف انه ضغط ضغطه واحده مش ضغط 6000 ضغطه، فبدي اعمل حاجه بسموها كي ديتكتور. اجيت نفهم المشكله انه لما انا ادعس على زر هذا بيعطيني 1، بس بيعطيني الواحد هذا لفتره طويله من الزمن لدرجه انه بعرفش كم من ضغطه ضغط. هل هو ضغط بسرعه وشال اصبعه وضغط يعني عمل زي هيك، ولا هي عباره عن ضغطه واحده؟ طبعا هذا ببين في لو كانت الكلوك بطيئه عندي ممكن اصلا ما يروح يلحق يحسب الضغطه تبعتي لان الكلوك بطيئه كثير. فهنا المشكله بدنا نعرف انه صار في عندنا ضغطه واحده. راح نصمم سيكوينشال سيركت بتعمل ديتكشن لا اذا في عندي اكثر من ضغطه ولا لا. هذه الكي ديتكشن هتكون عباره عن 3 ستيتس، يا اما فيش ولا زر مدوس عليه كي اب، يا اما كي داون يعني في زر مدوس عليه، كي هولد معناته الزر لسه مدوس عليه وضايل مدوس عليه من الدعسه الاولانيه. لقيت اول ما قفلته برجع كي اب. بناء على الاشي اللي عندنا هنا انه هذا الاشي بيعطينا 1 لما يكون في اي زر مضغوط، حلو. وهي بدي ارجع الكلوك لعالي. شايفينها كم مره بزود؟ ايوه هنا طلعوا، وانا معني بدعس دعسه واحده بس. الست ماشين تبعتي زي هيك هتكون. ما بعرف كيف بدي اكبر. هيها لقيت هاي دائما سيميوليشن للستيت ماشين تبعتي. طول ما هو بصفر فش ولا زر مضغوط معناته راح يضل موجود في مين؟ في الكي اب. اول ما الزر ينزل يندعس عليه بصير بواحد، هيضل رايح على الكي داون. خليني ارجع اعمل ريست. اول ما الزر يندعس هيروح على الكي داون. هلقيت طول ما هو مدعوس طلع هيدي بس راح يضله في الكي داون لمده 1 سايكل. بعدها طول ما هو مدعوس سواء اندعس ولا انشال دعسته راح يروح على كي هولد، فراح يضله معلق في كلمه كي هولد كانه لسه الزر مدعوس الزر مدعوس الزر مدعوس الزر مدعوس الزر مدعوس لحد ما اشيل اصبعي عن الزر راح يصير الكي اب من جديد ويستعد لاستقبال كمان ضغطه اصبع. الحاجه المهمه جدا هنا يا شباب انه الستيت تبعتي هاي الستيت ماشين لها اوتبوت واحد مور انا عاملها، انه هاي افرجيكم اياه. بدي اطفي السيميوليشن اللي هو كي بريست مسميه. هذا في اي حاله من الحالات هيكون صفر، سواء كان الكي اب او الكي هولد هيكون صفر، بس لمده سايكل واحده اللي هي الكي داون راح يصير بواحد. خلينا افرجيكم انا السيركت نصممها هنا الكي ديتكتور. هيها فيش ابسط من هيك سيركت وراح تعرف انها بسيطه جدا. خليني اشبكها هان، بدي اوقف السيميوليشن. هاي كي ديتكتور اللي هو بس راح يعطيني 1 لمده 1 كلوك سايكل اذا اندعس على اي زر. شوفوا لي يا شباب لما افعل ما بيصير. طلعوا يا شباب هاي دعس على الصفر. طول ما انا قد ما كانت طول دعست سواء دعست من هلا بكره ولا من هلا بعد بكره ولا ايش ما دعست دعست هيعطيني بس انه في كلوك بلس 1 صار دعسه على زر 1. طلعوا يا شباب عشان ابطئ الكلوك وافهمكم اكثر تشوفوا اكثر، هيدا عملها 8 ميجا هرتز. طلعوا يا شباب طلعوا هذا قديش راح يضل ضاوي وهذا قديش راح يضوي. هاي دعست على 5، هذا راح يضل ضاوي طول ما انا داعس على 5، بس هداك ضوى بس لمده 1 كلوك سايكل، فكل ضغط راح تزود لي 1. طبعا هذا لايش مهمه؟ بما اني انا بدي اياك انه لما يندعس 4 ارقام
بعدها يفتح اذا كانوا هدول اربع ارقام عباره عن اخر اربع ارقام من رقمك الجامعي، زي انا مثلا 1/2014/11/93 11/93 هو الباسورد تبعي، يعني المفترض اليوزر يضغط 1/1/9/3 كان يفتح القفل. قلت الفكره هنا انك انت تعرف ان رقم واحد هو اول رقم، رقم واحد كمان بعدها هو ثاني رقم، التسعة هي ثالث رقم، وثلاثة هي رابع رقم، فبدك تخزن كل واحدة في ريجستر أو تستخدم شيفت ريجستر زي ما أنت حابب أنت بتعرف تعمله. بعديها بدك تقارن هل هذا هو الباسورد الصح اللي موجود. طبعا يا شباب حاجة مهمة جدا، تستخدموا الكونستنت عشان تخزن رقمك الجامعي، على أساس أنه لازم يكون الباسورد رقمك الجامعي، إذا الباسورد مش رقمك الجامعي مش راح أعتمد الحل تبعك. حلو؟ أجد إذا اليوزر دخل آخر أربع أرقام من رقمك الجامعي صح؟ يعني أنا في حالتي هي دخل 1/1/9/3، المفترض إنه في عندي ليد يضوي، الليد هذا مفترض يضوي لمدة ثانية واحدة، إذا عندك كلوك مدتها كلوك 1 كيلو هيرتز الفريكونسي تبعتها بدك تعد لحديت الألف عشان تضمنها ثانية واحدة. الفكرة إني بدي إياها ثانية واحدة لأنه هم فعليا هيك القفولة بتشتغل. لو انت طلعت على القفل تبع الانتركوم اللي موجود عندكم في الدار او الانظار جيرانكو، القفل هذا يا شباب قفل كهرباء بياخذ 12 فولت، بياخذ بس لازم تعطيه لمده معينه عشان يفتح الباب. طبعا الليد عشان يضوي لمده ثانيه واحده بتقدر تستخدم كاونتر، بتقدر تعمل السيت ماشين اللي بدك اياها، بتقدر تسوي اللي بدك اياه، يعني انت حر فيما تفعل، بس المهم عندي انه الليد يضوي لمده ثانيه واحده. هنا في عنا أكثر من ستيت ماشين، ركزوا معايا. الستيت ماشين الأولى تبعت إنه تعرف الكي ديتكتور، وهين رسم لك إياها، هذه ستيت ماشين عشان الليد يضوي لمدة ثانية واحدة أو كاونتر أو زي ما أنت بدك. الستيت ماشين عشان العملية تبعت إنه أول دعسة ادعس اكتب على الرجستر الأول، ثاني دعسة على الرجستر الثاني، ثالث دعسة على الرجستر الثالث، رابع دعسة على الرجستر الرابع، وإنك تقارن. ولما تقارن سواء انك تروح في الستيت ماشين على انك تفعل الستيت ماشين اللي بتضوي الليد لمدة ثانية، او انك ترجع تعيد العملية من اول وجديد، او انك تضوي ليد احمر انه يعني زي ما تقول انه يعني غلط الباسورد تبعك. فهذه هي التاسك تبعتكم اللي بدك تعمل اياه كي دور لوك، يعني المفترض تدخل ارقام 1/1/9/3 كان يضوي ليد لمدة ثانية واحدة. التاسك شوية بدها شغل، بس يعني هتعلمكم شيء جميل، ويعطيكم ألف عافية يا شباب.